ما أجمل أن أكون في بيتي. كلمة شائعة يرددها الناس عند دخول منازلهم التي يشعرون فيها بالراحة والطمأنينة والهدوء، لكن أهل المغراقة نسوا معنى هذه الكلمات بسبب المعاناة التي يعانوها عند وصولهم إلى منازلهم، وزادت شدة هذه المعاناة عندما غزت السيول منازلهم البسيطة فشردتهم وسببت لهم آلاما شتى. زادتها برودة فصل الشتاء القارس، يعني والله ضاعت عندي ناقة وست روس غنم، والعدة كلها راحت. العدة يعني عفش البيت والخزانة، والخزانة كلها راحت. العدة يعني العفش كله راح عندي، تدمرت بالمرة، بيت تدمر. هي يعني مبين أشكر خبر مدمر. مؤسسة إغاثة العائلات التمست سوء حالهم وبدأت حملة المساعدات لهذه المنطقة لتعوضهم ولو بشكل بسيط عما فقدوه. مددتهم بالسلات الغذائية المحتوية على الدقيق والسكر والزيت والحليب وأنواع شتى من المعلبات وبطانية مزدوجة، عوضا عن ألحفتهم البسيطة المبللة بمياه السيول، وملابس لأطفالهم وجرة غاز للطهي والإنارة. ساعدتنا جابت
جابت لنا اكل، جابت طحين، جابت لنا حفات، جابت لنا غاز، ساعدتنا الله يخلف عليه. بعد ما تدمرنا حفاتنا، تدمرت، كنا تدمرنا، اولادنا تدمروا، اواعينا كنا غرقنا يعني في المي في الماء. الله يخلف عليهم وسط العائلات، والله يجون لحدنا وساعدونا لما صار الفيضان وغرقنا، يجون لحدنا وساعدونا وجابوا لنا الغاز والطحين والحاف والسلة الغذائية، وجابوا لنا كل حاجة يعني، ساعدونا ساعدة كويسة يا شيخ، الله يخلف عليهم يا شيخ. أخذيت والله، ياخذ عداكم ويعلي مراكبكم ويطول أعماركم، حياك والله يا طنياتي، شرفتونا. ما زال طاقم مكتب إغاثة العائلات في فلسطين يبحث في بيوتهم، وباقي البيوت المدمرة أوضاع أهلها في هذه المناطق، لتمدهم بكل ما يحتاجون وترجع لهم ولأطفالهم الأمان والدفء الذي أنساهم إياه هم الزمان.